الله كان ادى السلطه لادم في جنه عدن، والحقيقه لما اخطا كانه شارك السلطه دي مع ابليس، بس لما جه المسيح جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا عشان ياخد السلطه دي مره تانيه. والحقيقه لما المسيح خد السلطه دي اداها للكنيسه، لما قال لبطرس كده: على هذه الصخره ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها، اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ودي السلطه اللي الله اداها للكنيسه. احنا موجودين على الارض والكنيسه موجوده على الارض عشان تحقق ماموريه عظمى. الكنيسه نظام الله اوجده على الارض علشان تحقق الماموريه العظمى اللي المسيح طلب مننا اننا نتحرك ليها. واحنا الحقيقه النهارده كل واحد فينا لما بيفكر في نفسه، احنا ثمر تعب ناس جات بلادنا من 100 سنه ومن مئات السنين جات بلادنا عشان ينشروا لينا نور الانجيل. الحقيقه لو الناس دي ما كانتش وصلت بلادنا، احنا ما كناش هنكون فيما نحن عليه النهارده. بس ده دورنا، لانه كانه بنسلم المشعل ده، بنحمل المشعل وبنرفع الرايه جيل ورا جيل وجيل بيسلم جيل، زي ما ناس سلمت لنا البركة دي ونقلت لنا النور ده. احنا الحقيقة الدور علينا ان احنا نبدأ نتحرك. الحلم والرؤية الكبيرة قوي قوي اللي في قلب ربنا انه من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، مش انه بس مؤمنين في بلدي او ناس لسه ما تعرفش ربنا تخلص في البلد بتاعتي، بس ربنا حلمه اوسع بكتير قوي قوي. ربنا حلمه على مقاس كل العالم. لو بنفكر في ان قراراتنا ككنيسة وكمؤمنين قد ايه بتحدد مصائر العالم من حوالينا، دي كارثة كبيرة قوي قوي. يعني ممكن تقاعسنا وتكاسلنا عن ان احنا نلبي النداء ونتحرك لبلاد حوالينا ممكن يكون سبب في ان ناس كتيرة قوي ما توصلهاش الاخبار السارة. الحقيقة في كاتبة جميلة قوي اسمها دورثي سيرز قالت كده انه الله قبل انه يضع نفسه في جسد مكون من ناس مثلنا، وقالت كده انه الله قبل يترك القوة المطلقة جانبا ويتخذ دورا غير منظورا ويقف أمام خلف مشاهد التاريخ البشري، يحاصر الصيت الإلهي في كائنات ناقصة مثلنا، وقبل أنه يعتمد علينا ككنيسة وكمؤمنين في المأمورية الكبيرة قوي قوي. بس الحقيقة إن إحنا كتير جداً بسبب عجز إيماننا وبسبب عدم تحركنا إحنا بنشل حركة الله، إنجاز نقول إنه يوصل للعالم من حوالينا. المسيح هو رأس الكنيسة وإحنا الجسد، وزي ما في الجسد بتاعنا الرأس هي اللي بترسل رسائل لكل أعضاء الجسم، وعلى كل أعضاء الجسم إنها تستجيب للرسائل دي. الحقيقة إنه في كأنه فجوة كبيرة قوي بين الرأس المسيح وبين الجسد. إحنا مش بنستقبل الرسائل اللي الله عايز يوصلها لنا. الكاتبة دي قالت كده إنه هي من وجهة نظرها اتضاعات المسيح هم ثلاثة. قالت إنه التجسد ده اتضاع كبير قوي من اتضاعات المسيح، لكن قالت كمان إنه الصليب ده اتضاع كبير قوي، إن المسيح يقبل يكون فدية ويقدم نفسه نيابة عن كثيرين. لكن مش بس التجسد والصليب، قالت كمان الكنيسة ده اتضاع كبير قوي قوي، إن الله يقبل إنه يحاصر قوته العظيمة جدا جدا في كائنات مليانة بالضعف زينا. بس الحقيقة المسؤولية دي محطوطة على أكتافنا، والمسؤولية دي الرب عايز يكلف كل حد بينا فيها من جديد ويطلقنا مرة تانية، يطلقنا مرة تانية نشوف الحقول ونشوف الأماكن الكتيرة المحتاجة من حوالينا. زي ما الرب قال ليشوع كده في سفر يشوع وأصحاح 13 لما قال له كده: أنت يا يشوع قد شخت، لكن بقيت أراضي كثيرة للامتلاك. لسه في أراضي كتيرة قوي قوي، لسه زي ما بنوا الأنبياء قالوا كده لأليشع: الموضع الذي نحن مقيمون فيه ضيق علينا. نفسي النهاردة ربنا يدينا حلم أوسع مننا، ويدينا رؤية أوسع شوية من مقاسنا الصغير، يدينا حاجة جديدة النهاردة تتحدانا، ونعمل زي ما الكتاب بيقول في أمثال 31: المرأة الفاضلة تتأمل حقلا فتأخذه. النهاردة أرصد كده بعنين الإيمان بلاد من حواليك، أرصد حتى حد صاحبك معاك في الشغل أو جارة ليكي، وحط في قلبك التحدي: أنا عايز أنقل نور الإنجيل لناس كتيرة قوي من حوالينا. في مرسل كده قال: أعطني الصين وإلا أموت. ربنا بعته للصين، حط التحدي ده جواه. بس الحقيقة وسع حلمه مش بس لصديق
أو لزميلة، لكن وسع حلمه لبلد كاملة، وهو بيقول لربنا اديني البلد دي وإلا أموت. أنا إيه لازمة حياتي لو ما كنتش موجود عشان خلاص نفوس كتيرة من حواليا؟ أنا إيه لازمة حياتي لو ما كانش بسبب حياتي النور بيتنقل لناس كتيرة من حوالينا؟ أشجعك قوي وبقول الكلام ده لنفسي، مش عايزين نعيش عشان أحلام رخيصة، مش عايزين نعيش عشان أحلام صغيرة. المأمورية اللي الله بيحطها على كتفنا مأمورية كبيرة قوي وعظيمة قوي قوي. إحصائيات كده بتقول إنه من 100 سنة كان 70% من المرسلين بيخرجوا من الغرب، ودي حقيقة، بس بتقول كده الإحصائيات إنه النهاردة 60% من المرسلين بيخرجوا من الشرق. وعايز أشجعك أيا كان مكانك، قول يا رب ها أنا ذا أرسلني، أنا عايز أتحرك وعايز يا رب كده أرفع المشعل وعايز أنقل نورك. في حزقيال 33 رب قال كلام في منتهى القوة لحزقيال، قال له كده جعلتك رقيبا للشعوب. أنت عندك مسؤولية يا حزقيال، عندك مسؤولية لما تشوف العدو جاي ولم تبوق بالبوق. لو أنت ما أنذرتش الشعب أن في عدو جاي وما قلت لهمش أن السيف مقبل، هطلب دمهم منك. لكن لو أنت أنذرتهم وهم لم يستجيبوا للنداء بتاعك، دمهم على رأسهم. الحقيقة مش مطلوب مننا إيه نتائج الإرسالية أو إيه نتائج خروجنا في إرسالية إن إحنا نوصل نور الإنجيل لناس كتيرة، مش دورنا قوي النتائج، بس دورنا قوي التحرك، دورنا قوي إن إحنا نتحرك ونقول له يا رب إحنا عايزين نستجيب لنداء السماء النهاردة. بفتكر كويس لما حصل حرب في موندري وكل المنظمات اللي كانت بتساعد كلهم جريوا وتبقى بعض الخدام القليلين. فاكره كويس قوي المطران قال لنا الكلمات دي وهو بيبكي، قال لنا المنظمات كلها سابتنا في وقت صعب قوي قوي، بس انتوا المؤمنين ما سبتوناش. وده دورنا، نقف في الوقت السهل وكمان في الوقت الصعب. احنا مش عايزين نتحرك لما الارض تبقى سهله جدا وممهده، لكن عايزين ناخد التحدي ده ونقبل النهارده التحدي ده ونقول يا رب مش بس بلاد محروقه لكن نفسيات كمان محروقه وناس كتيره قوي بتعاني النهاردة. بس ربنا عايز يشجعنا ويحط الصرخة دي في قلبنا، ها أنا ذا أرسلني.